أنا محمد هشمين، أنا رئيس مساحة الشؤون الاجتماعية بالجامعة سيدي أبي القناديل. اليوم حنا في واحد الاجتماع تشاوري حول فرص إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة في فرص الشغل اللي هي إن شاء الله تكون مرتقبة في منطقة التسريع الصناعي اللي هي وفقت عليها الحكومة مؤخرا. فاحنا في واحد العمل استباقي البحث مع المجتمع المدني ومع الفاعلين العموميين في الامكانيه ديال اننا نعطيو فرص للتمكين الاقتصادي لهذه الفئه هذه اللي هي كتعاني من واحد النوع ديال الهشاشه، سواء الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصه او الاباء وامهات الاطفال الناس الاشخاص المعاقين. فالجامعه ما يمكن لها الا انها تحتضن هذا النوع ديال الانشطه هذه وانها تساهم بدورها بالامكانيات المتاحه لها قانونيا اولا، وانها تمدير المساعده للمجتمع المدني الفاعل في هذا الجانب هذا، وانها ترافع كذلك امام الفاعلين العموميين اننا نوجدوا يعني فرص ديال التكوين لهذ الاشخاص هذو ان شاء الله، باش نوفر لهم فرص الشغل ان شاء الله في المنطقه الصناعيه المرتقبه في سيدي ابي القناديل ولجميع المشاريع الاقتصاديه ان شاء الله والاوراش الاقتصاديه اللي هي مفتوحه في تراب الجماعه. الدغي رشيد مستشار في التشغيل بوكاله الوطنيه لانعاش التشغيل والكفاءات مدينه سالا. الدور ديال الوكاله في جميع المشاريع اللي كتهدف لادماج واحد الفئه من المجتمع، وهنا كنتحدثوا على الفئات في وضعيات اعاقه، هو المواكبه ديال الجمعيات والمجتمع المدني بالشراكه مع السلطه المحليه لاجل تمكين هذه الفئه من الاستفاده من جميع برامج التشغيل اللي غتكون في جامعه ابي القناديل وبالطبع على صعيد عماله سالا. حنا اولا عندنا شراكه مع جامعه ابي القناديل منذ 2016، لان كتلاحظوا كاين واحد فضاء التشغيل ديال ابي القناديل اللي بالجانب ديال الجامعه واللي كيشتغل بشراكه معها هذه مده اكثر من 4 سنوات، بالطبع في اطار خلق واحد المنطقه صناعيه في المنطقه. لانابيك شريك يعني طبيعي ومع الجمعيه ديال كليو اللي كتهدف لادماج الفئات في وضعيات اعاقه، بالطبع هي شراكه طبيعيه واستمراريه للشراكه اللي عندنا مع جامعه القناديل. يعني احنا كفاعل في مجال التشغيل وانعاش الكفاءات دورنا هو مواكبه جميع المشاريع بالصفه ديالنا كتقنيين وكمستشارين في مجال التشغيل. دونك عبد الرحمن المدني، مركز كليو لجمعيه ابي رقراق. دونك من طبيعة الحال لا يمكن الحديث عن كرامة الشخص دون مورد رزق قار اللي ممكن نحفظ الكرامة ديالو ويسمح له بمشاركة اجتماعية كاملة وفعالة. الاجتماع ديالنا اليوم هو لقاء تشاوري باش لمرافقة المشروع الضخم ديال منطقة التسريع الصناعي لسيدي بوقنادل اللي غادي نحاولوا إن شاء الله من خلال الاقتراح والتشاور والتنسيق مع الفاعلين الاقتصاديين اللي غيكونوا فيه على جعل الحياة الاقتصادية في هذه المنطقة حياة دامجة للأشخاص في وضعية إعاقة، اللي من طبيعة الحال غيكونوا خضوع للتكوين وغادي يكون تحسين قابلية الاشتغال ديالهم. وحنا عندنا تجارب كما شفتوا تعرضت خلال هذا اللقاء، تجارب حية للأشخاص في وضعية إعاقة اللي استطاعوا أنهم يندمجوا في مشاريع تجارية ذات بعد اقتصادي صرف. فالرهان ديالنا اليوم كنشكروا أولا الجماعة ديال سيدي بوقنادل اللي سمحت لنا واحتضنت هذه الديناميه التشاوريه واللي غادي نشتغلوا معها ان شاء الله طيله هذه المده هذه من اجل وضع عزمه الاسس المقاربه دامجه لجميع الفئات المجتمعيه. المشروع هذا واش غادي يشمل غير جامعه ديال ابو قنادل ولا غادي يشمل جميع الجامعات؟ لا، اللي كاين هو حسب اللي تعلن على المرسوم ديالو هو انه غيكون المكان ديالو هو جامعه ابي قنادل، لكن هو غيكون مشروع كبير اللي من خلاله يمكن ان الشباب ديال الجهه كامله غادي يساعدهم في يعني في الخروج من براثن البطاله. فبالتالي هو زعما فرصه لكافه الشباب ديال الجهه، لان حتى القطاعات اللي غيكونوا فيه هي قطاعات واعده، الصناعه الالكترونيه، الطيران، السيارات، العديد الخدمات ايضا، ممكن الصناعات الكيميائيه وشبه الكيميائيه. يعني مشروع كبير اللي من طبيعه الحال غادي تكون الاوليه من طبيعه الحال للشباب اللي متكون واللي عنده كفاءات للاشتغال في هذه المجالات ديال سيدي بوقنادل، لكن
ولكن ايضا للجهه بصفه عامه، خصوصا انه بوقنادل جات الوسط، فمثلا يعني عندك من الصخيرات حتى السيدي قاسم سيدي سليمان ممكن انه يشكل محور اللي غادي زعما ينعش التشغيل في هذه المنطقه للشباب. وحنا هنا عزمه لضمان ان يكون الحق ديال الاشخاص في وضعيه اعاقه اللي عندهم ايضا كفاءات اللي ممكن تعطيهم الحق انهم يساهموا في التنميه ديال الجهه ديالهم. واخا تاريخ متعلق بهذا المشروع عاده جوان جوان كيقولوا هي بدات على ما سمعنا، بدات يعني التراخيص الاولى اللي غطات الشركات، لكن هو من طبيعه الحال حنا كنخدموا بحس استشرافي وتوقعي، يعني ما خصناش نجلسوا حتى يكونوا يعني الشركه صافي تانستالا وعاد ممكن نشتغلوا معهم، حنا كنشتغلوا يعني ببعد استراتيجي. فلهذا حنا اليوم راه الى حضرتوا معنا راه اتفقنا على مخطط استراتيجي اللي من هنا لمارس ان شاء الله غادي نطرحوا المخطط ديال المرافقات المشروع اللي فيه بزاف ديال المحاور ديال الاشتغال. كما قلت لك بروح استشرافيه واللي كتخطط استراتيجيا في هذا المجال هذا. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.